السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة، وتعاد عليكم الأيام بكل خير. العيد خلاص خلص وكل سنة وانتم طيبين، ويتعاد علينا كلنا بالخير يا رب. النهاردة هنتكلم على وصفة أكتر من رائعة، يعني وصفة حلوة جدا. ياريت لو انتم ما اشترك لسه ما اشتركش معنا في القناة يشترك معنا بضغط على زر السبسكرايب الموجود تحت، ولو عجبك الفيديو ياريت تسيب لنا لايك وكومنت وتقول لنا رأيك فيه ايه وشير عشان الكل يستفيد. الوصفة عبارة عن ان انا باخد دوت سمنة حيواني اصلي، بجيب سمنة اصلي او زيت الزيتون او زيت جوز الهند، وبعدين انا بحطهم على السرة وبمسح حواليها كده بهدوء في حركة دائرية كده حوالين السرة. هنقول بقى فايدة الحركة دي ايه. اللي عنده ضعف بصر وبصره بيقل باستمرار، اللي عنده كسور في البنكرياس، اللي عنده تشققات في الشفايف، اللي عنده تشققات في الكعب وجلده ناشف، الوش بيخليه مضيء وبينوره وهشرح لكم ازاي كل حاجة، والشعر بيخليه لامع لانه بيوصله التغذية السليمة ليه، الام الركب والمفاصل بيعالجها، بيعالج الجفاف اللي هو تحس يعني اي حاجة، البشرة ساعات بتبقى جافة، الشفايف، القدم، الايد، اي حاجة، فطريات الاظافر اللي هي بتطلع في الضوافر وبنقعد نشتكي منها بتطلع حوالين الضوافر، في رعشة كده بتبقى في الايد كده تحسي ان الجسم بيترعش كده صغير او كبير، الام الركب. ده عبارة عن ايه بقى؟ ده انا باخد منه دي كمية كبيرة، هو انا باخد 3 نقط بالظبط، دي سمنة، انا بفضل السمنة عن زيت الزيتون، 3 نقط بالظبط كده بحطهم في السرة وادعك حوالين السرة في حركة دائرية. اللي بيحصل بقى السرة بتحدد الوريد الجاف، انهي وريد فيه جاف وبتمرر له السمنة او الزيت عشان تفتحه، المكان يعني الوريد اللي هو فيه انسداد شوية ومش موصل الدم ومغذي المنطقة بتاعته، السرة بتخليها سوري الزيت، السرة بتعرفه أنهي واحد، والزيت أو السمنة أما بدعكه كده حواليها بتعمل ليونة في المنطقة دي، وبالتالي بتمرر الدم وبتخلي الدورة الدموية سليمة، ومعنى مثلا جفاف الشعر ما بتوصلوش التغذية السليمة، يعني احنا لو كلنا كويس وكل حاجة وشعرنا ما بيتحسنش أبدا، أو شعرنا بتيجي عليه مواسم كويس ومواسم مش كويس، فده من ايه؟ من ان احنا في التغذية السليمة مش واصله له، وفي قصور في الدورة الدموية اللي موصله له الدم اللي محمل بالغذاء. بالتالي البشرة لو على طول استمرينا في الحركة ديت الدم هيوصل لها، فهيحصل تجدد مستمر في الـ في الـ في الـ في خلايا البشرة وتغذية مستمرة، وطالما في تجدد مفيش فطريات هتتراكم على البشرة ولا في اي حاجة هتتراكم، فبالتالي هتبقى البشرة نضرة وصحية، وكذلك الشعر، كذلك الركب، الدورة الدموية لو كانت سليمة وبتوصل لها وفي تجديد مستمر في الدورة الدموية هتلاقيها بقت سليمة. ياريت تجربوا الوصفة، هتعجبكم جدا جدا جدا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.